زين شباب، خبروني إذا الصوت أوكي. خلينا نبتدي. بنبتدي سؤال إيريلس من الامتحان. في العادة بيحطون نوع التفكير consider generic class k ArrayList. أوكي. ويخلون لنا الفيريبل وأسامي الكلاسات. أسامي الكلاسات وايد مهمة. أعتقد ممكن حاطين لنا بس عشان نتذكرهم إن كل واحدة منهم شنو شغلتها، تمام؟ ولكن المهم مو هاي، المهم عندنا احنا هاي الكلاس الكود. خلينا نسكرهم بعد عشان يكون واضح وسريع نقدر ننتقل لهم. خلينا نشوف. اوكي مسكرين. عشان سريع اي ميثود نبغي نقدر دايركت نروح له. سترينج هالميثودات الزياده اللي سويناها، ما ادري من كان يسالني عن ايكوالز. اكو هاي ايكوالز، هالميثود ايكوالز. اوكي وباقي الاسئله خلاص. زين فبسوي لنا مكان جديد هني حق التست، سمي تست 1. زين فنروح حق السؤال ونشوف شنو يبغي منا بالضبط. زين قال لي write a method call last index of، تمام؟ دائما اذا قال لي لاست يعني بالعكس، ها دائما كذي. خلينا نشوف يمكن يقصدون شيء ثاني. المهم خلينا نشوف to be include in class k array list that accept a parameter object of type e that return the index of the last occurrence of the object obj in the list if present. If object does not exist in the list, return minus one. أعطانا header of the method. على فكرة هني ما حدد لي. خلنا نشوف في نوت. في نوت. هاي الاسم الميثود. تمام. Do not call any method of the class kwArrayList in your method. وأعطانا المثال. هاي الاندكسات اللي فوق وتحت القيم. عندنا 2-15. لو زين اذا استخدمنا هالميثود مفترض يحسب لي بالعكس، ما يحسب لي بالطريقه العاديه، يحسب لي بالعكس. زين هني تقريبا سيرش، نفس فكره السيرش يعني. فشلون بنحل؟ اول شيء خلينا ناخذ هاي بعد كوبي عشان ما ننسى شيء، ونروح حق الكلاس. سوري نسيت وناخذ اسم الكلاس. نفتح بي سي وشنو نخلي؟ خلنا نحط ريتير ماينس 1 حاليا. دائما نحط الفولتس علشان شنو بعدين نتاكد ان كل شيء اوكي. زين وهاي هني خلينا نحط لنا مين بي اس في ام. هني كلاس ونسوي لنا اوبجكت سريع او بي جي نيو. اوكي بعدين خلينا ناخذ القيم. اذا نقدر هالجدول نسوي له كوبي، خلينا نشوف ممكن ساعات يصير ساعات ما يصير، لكن خلينا نشوف. اوكي ما دام صار تمام. زين ف شنو بيصير لنا اوبجكت سماه ليست، خلينا نسميه ليست، ما بيفرق لان اوريدي هالمين ما بيحصله، خلينا نسميه ليست احسن.
class.add عندنا 10 خلينا نشوف 10 15 25 15 10 مرة ثانية. على فكرة حتى العشرة نقدر نشيكها. list dot add 10 3 بيكون اوكي تمام. سوينا يعني قاعد نسوي لنا مكان عشان التستنج. ونادي الميثود في system dot out اللي هو شنو كان اسمه؟ كان اسمه last. نقول list dot last كان اسمه last last index of زين. والobject كان يبقى 15. واخر شيء بنطبع to string او في البداية او في النهاية كل واحد. او نكتب بس list بيطبع لنا to string. زين الحين سوينا مكان حق التست. بنرجع حق الميثود مالنا. هلا هاي النزلة عشان نشوف شنو يبغي بالضبط. زين لو نلاحظ هو السيرش بالضبط نفس السيرش. والاذكى بعد شنو؟ الواحد يروح حق الاندكس اوف. مو عندي ميثود اندكس اوف. اذا نشوف هنا عندي شنو؟ عندي ميثود اندكس اوف اكو اللاس مجرد صار بالعكس. زين فشنو بسوي؟ بروح حق الاندكس اوف بالضبط. زين وبسوي له كوبي وبخليه هني وبشوف شلون بعكسه. زين وين اندكس اوف؟ خلينا نشوف اكو اندكس اوف. تمام هاي الميثود مالي مال اندكس اوف. اوكي ما باخذ الميثود يعني كامل، باخذ اللي موجود بدون الريتير لانه اوريدي عندي ريتير. بخلي وين؟ بخلي لي هني. تمام بشوف كل شيء. اوكي اوكي هني خلينا اندكس عباره عن ماينس 1. احس ما له داعي، خلينا نخليه صفر. زين الحين قاعد يمشي بالطريقه العاديه هني. زين خلينا نعكس اللوب ونشوف هل بيشتغل لنا بالطريقه اللي احنا نبغيها او لا. مثلا شنو بنسوي؟ العكسة اللوب شلون بيصير؟ اقول له سايز اوكي هني اخلي سايز، بعدين شنو الاي اقلب هني الاشاره خلي اكبر من اوكي وما انسى اكبر من او يساوي صفر لان ابي الصفر تكون محسوبه. وعلى فكره هني بعد بيكون ماينس 1 لان ليش ما عندنا اندكس سايز. وضروري ضروري لا انسى الماينس ماينس. اوكي فهني الاوبجكت بيكون نفسه. بندور على الاوبجكت بعدين بنرجع الاندكس. ممكن الافضل براي من مكان نكتب اندكس ايكوال اي نكتب ريتيرن اي بيكون افضل. تمام بنختصر اختصار وخلاص. حتى هاي الاندكس على كذي ما بنحتاجه. نقدر نختصر كذي، نقدر نخليه كله واحد كله اوكي. زين خلينا الحين نشغل الميثود ونشوف شنو صار ويانا. مفترض اذا صح كم طوله عاد؟ خلينا نشوف الطول ماله بعد. سندت اوت ليست دوت سايز. خلينا نحط شوي سترينج بس عشان نعرف كل ميثود شو شغلته. last index. اه
اعطاني ترو بس لحظه ليش ما اعطاني سايت اوكي هاي مال مثل ثاني. اذا خلصتوا من يعني سؤال وبتروحون مين ثاني لا تنسون تشغلونه من هنا. لا تشغلون من هنا لانه بيكون الهاي. اذا الليسته 7 اندكس مال 4 خلينا نشوف اذا صح ولا لا. اذا نحسب نقول 0 1 2 3 4 الميثود شغال من احسن ما يكون. خلى الحين نحط مثلا 10 افترض يحسب لي هاي زين اعطاني 5 يعني صح لان هاي اندكس 5 وهاي بيكون اندكس 6 الميثود شغال. في احد عنده سؤال شلون قدرنا نسويه؟ في احد عنده سؤال؟ ايه ماينس 1 لان شنو لان الاندكس ما عندي اندكس سايز بيعطيني ايرور. اذا خليت خلا بس اوري لكم اذا خليت كذي شغلته هو غريبه ما اعطاني ايرور بس المفترض يعطيني ايرور لان هني ما عندي ديتا شو اسمه سايز بيعطيني ايرور مفترض غلط فلازم يكون ماينس 1 لان اندكس 6 يبتدي. زين فهالسؤال ليش كان سريع الحل ماله؟ لان انا اوريدي عندي فكره الاندكس اوف بس مجرد نقلته وغيرت فيه الشيء اللي ابغيه وشنو وجربت وشنو. الشيء الثاني المهم ان المين مالي كان بارز عشان اشيك الكود مالي فهالاثنين تبرزونه. اي سؤال اي صعوبه يعني اذا 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 الصياغه واضحه يعني تقدرون تحلونه. خلنا نروح حق السؤال اللي عقبه ودائما array list بيكون بهالسهولة array list ايه دائما يكون بهالسهولة linked list اللي بيكون اصعب. اذا خلنا نشوف هالسؤال يقول لي write a method call check item. check item يعني search انا قال لي check لا in application class list application هني يبغي application ثاني يعني شنو هني بالنادي كoutsider اوكي بيكون الميثود كoutsider. إذن that has first parameter list one of type array kw array list and second parameter item of type integer. If the item is in the list and all the element in the list before item are smaller than it and all item in the list after item are greater than it, then the method will return true. اوكي مو واضح خلينا نشوف المشكله. In all other cases the method will return false assume that the list one has at least three element. اوكي خلينا نشوف مره ثانيه شنو كان الهاي. خلينا نشوف المثال ساعات المثال يكون اوضح من الكلام. خلينا نشوف item 10 اوكي هو اللي قبله تمام بروح بدور القيمة زين وبتشيك اللي قبله إذا كان كلهم كانوا شو اسمه كانوا أصغر منه فأعطي ترو يعني كانوا أصغر منه واللي عقبه كلهم كانوا أكبر منه أعطي ترو. أما إذا تشيكت الرقم وحصلت اللي قبله واحد أو اثنين أكبر منه أرجع فولس. تمام هاي هي الفكرة. خلينا نشوف if the item in the list لحظة if the item is in the list and the element اوكي هاي من الرسمة. خلوا اشوف حاط لنا نوت. على فكرة مو حاط لنا نوت لو تلاحظون مو حاط لنا نوت ان لا تستخدمون الهاي. المهم مو مشكلة خلنا نجرب لان هاي بيكون يعني في كلاس ثاني هو لحد هني بيكتبون لكم لحد هني بيكون مكتوب لكم. زين فخلنا نسوي كلاس
كلاس ثاني. ونخلي داخل الميثود اللي يبغيه منه. ليش سويت كلاس ثاني؟ لانه ممكن اذا خليته في كلاسي انسى واتخربط، فالاحسن اخليه في كلاس ثاني عشان يكون في بالي اوكي هاي اوتسايدر، فالكود مفترض ينكتب بهالطريقه. لان ساعات الواحد يختصر ويستخدم variable size عادي بدون ما يكون method، فكذي بيكون error. وعلى فكرة دائما الميثودات اللي تكون في class بروحها تكون static. ليش؟ عشان بدون object نقدر ننادي. زين، هاي boolean عشان نشيل ال error. شو نقول له؟ نقول له return false. خلنا نقول class والميثود اللي هو check item. زين، فهاي هو الميثود. ولكن قبل هاي خلنا نبرز لنا output. علشان نتأكد من الميثود مالنا. شنو بيكون؟ نسوي لستة. اوكي موجودة اوريدي، ما سويتها. تمام، بنسوي لستتين لان ليش اعطانا مجموعة من الارقام. خلينا نشوف اذا نقدر نسوي لها كوبي يكون وايد تمام. example 1 و example 2. تمام، example 1 بيكون list 1، بنحط نفس الارقام بعدين وبنادي الميثود مرة ثانية، بنشيك بالارقام الثانية، مفترض كل واحدة منهم تعطينا فولس وكذي. زين، نقول له list dot add ونحط الارقام. احسن شيء وقت اللي يسوون كوبي بيست تحسبوه، مثلا كم هاي كم رقم هني؟ 3 و6 9. زين، فتحسبون ثمانية أرقام تحت. زين، علشان شنو؟ يكون سريع. ساعات تضيعون، إذا ضيعتوا سبيس هني أوكي هاي 6، فنحتاج بعد 3 كذي بتكونون أوكي. واستخدموا الكيبورد عشان يكون أسرع، يعني السهم اللي تحت وذلين بيكون وايد أسرع. لأن في امتحان انتو وشوي متوترين، كيبورد بيكون وايد اسرع من ان اخلي الماوس وش اسمه. بس لا تخلون التوتر يسيطر عليكم انه ما تخلونه في الكومبايلر وكذي، لا تشيكوا بالكومبايلر وبيشتغل ان شاء الله. يعني هاي الليست الاولية سويناها، بعدين بناخذ system.out كان بوليان الميثود. شوفوا شلون بنادي باسم الكلاس، اقول له list application dot check item. زين، باسم الكلاس الايتم اتوقع كان 10. اوكي، ليش اعطاني ايرور؟ انتجر كلاس. اوكي، اذا قعد في list بعدين. اوكي صح، في list، والليست اللي هو list فاصلة ايتم 10. اوكي، بيكون ليست وبيكون هاي. زين، بنسوي نفس الشيء الحين لستة ثانية حق التست. ليست 2، خلي بعد نسوي كوبي حق السؤال علشان نعرف القيم. خلينا القيم اوكي. فالحين list2 dot add كم هني؟ 3 و6، نفس الشيء 9، نفس الطريقة. خلي القيم
اوكي واشيل السبيسات اذا ابي اشيل ما ابي اشيل ما عادي. زين وش اسوي؟ اخذ كوبي سيستم دوت اوت اللي هني واخليه هني، ولكن شنو بغير؟ بغير الليسته الى ليست 2 اوكي، لان ارقامها تختلف. زين فسويت المين مالي كل شيء مضبوط. يعني شنو قال لي؟ قال لي تشيك ايتم، اصلا من اسمه تشيك. فشنو بروح اقرب شيء عندي من الميثودات حق السيرج شنو بيكون؟ اذا نروح فوق اقرب شيء بيكون contains. وينه؟ هاي contains. زين شوفوا هنا حتى هنا checks whether the given object in present وكذي يعني. فهاي اقرب شيء عندي في السيرج. واروح هنا في الميثود مالي دور contains نصك هاي اوكي حصلته بدون ما اعور راسي. كوبي بيست اشيل اللوب واروح هناك واخليه. ممكن يطلع لي ايرور لان ليش؟ في فيريبل احتاج اعدلهم نفس السايز. لازم شنو يصير الحين؟ احتاج اسم الفيريبل مالي اللي هو بيكون ليست 1 اوكي وايتم. هاي الاشياء اللي بتتغير، بيكون عندي ليست 1 اوكي ليست 1 سايز ما اقدر استلمه كفيريبل، لازم قوس اوكي الميثود سايز. تمام اوكي استلمناه هني. بعدين شنو الاوبجكت اللي هو شنو كان؟ اعتقد ليست دوت اوبجكت. حتى ليست دوت اوبجكت ما بيصير. هني بنستخدم جيت اوكي، فهني بيكون ليست 1 دوت جيت اوكي، وبنخلي الارقام داخلها. هني ما عندنا ما عندنا الايتم. انا من رايي شنو الافضل عشان يكون اسهل علينا؟ الليست نخليها داخل القوس لانه بيكون وايد نقاط وكذي بيخربطنا. هني بنخلي الايتم. زين اذا تحسون عادي ما يخربطكم فاوكي. ليش ايرور؟ هاي ايتم، هاي ليست، هاي قوس وهاي قوس. ليش ايرور؟ لان هاي انتجر. لان هاي انتجر. استخدمنا جيت لان احنا في كلاس خارجي فما نقدر نستخدم نفس قبل ذا داتا. قبل في هاي نستخدم ذا داتا، الحين ما يصير لان احنا في كلاس خارجي ولازم جيت. زين ليش ايرور هني؟ لان الايتم انتجر اوكي. فين شنو بخليه؟ ايكوال ايكوال انتهى. كنترول زد اذا ابي ارجع شيء. كنترول زد زين. فهني قاعد نسوي تشيك ويل ايتم، ولكن التشيك مالنا ما خلص. زين فاول تشيك انه شنو الايتم نحصله من الذكاء؟ شنو الاي نحجزها اوكي، او نفكر فيها بطريقه ثانيه. انا دائما شو اسوي؟ ارسم الخطوات او اتخيل الديتا. يعني مثلا الحين انا متوهق فلازم شنو اروح ارسم الديتا زين في ورقه في اي شيء، وبعدين افكر اقول اوكي اذا انا دشيت اللوب بعشرة زين بعدين شلون انا بقارن ذلين؟ هل بسوي لي لوب ثاني وبقارن؟ واحسن حل انه اسوي لي لوب ثاني الى شنو؟ الى هالحد. شلون بعرف حده؟ من الاي اوكي. فبقول اوكي انا الحين حصلت الاي اللي شنو الايتم فيها. تمام وبفتح قوس هني بقول اوكي انا وصلت الاي. احتاج الحين ارجع من البدايه لان ليش؟ لازم احسب اللي قبلهم. فشلون بحسب اللي قبلهم؟ بقول له فور اوكي، ولكن قبل هاي خلنا نحط كومنت عشان نعرف كل قوس مال شنو. فور اي زين بنسوي فور ثاني حق جي بس شنو؟ علشان يقارن لنا اللي عقب اوكي. فنقول له
integer j equals 0 j less than less than شنو size. لا انا ما ابي تشيك لي للسايز، انا ابي تشيك لي لحد الايتم، فبقول له شنو اصغر من اي، بس ابي لحد الاي وانتهى تمام. بعدين شنو اقول له؟ اقول له جي بلس بلس وبريسي. احسن حال في هالشيء انه شنو اسوي؟ احط كونديشنات، يعني احط طارت الشغله من بالي. المهم بعدين اذا ذكرتها بقول لكم. خلي هني بريسي وفور. وشنو احسن شيء حق هالحاله؟ كاونت. احتاج كاونت، لان ليش؟ بحط لي اف داخلها وبقارن كل رقم بدش، بقارن هل هو اصغر من الايتم ولا لا. الكود صش طويل ولكن سهل، انا اشوفه سهل، يعني الفكره مو معقده. فهني بقول له اف مره ثانيه. الاف الاوليه حق شنو؟ انه بس احصل العشره. هني هالاف to found to find item اللي هي عشرة حاليا. اوكي هني الاف الثانية حق شنو؟ count the smallest يا count the less than item اللي هي العشرة يعني في حالتنا. زين فشنو بنسوي؟ بنفتح count، نحتاج counter. انا اشوف الكاونتر، بنشوف بخليه اول شيء برع، بعدين اذا شفت ما احتاج برع اللوب بخليه داخل اللوب. فهنا شنو بقوله؟ بقوله integer count count less يا count smaller شيء كذي equal zero تمام. فبيجي هنا وبقوله بنفس الطريقة نفس اللوب بالضبط نفس الشيء، ولكن شو اللي بيتغير؟ بيتغير الكونديشن. بحط هالاثنين هني، كونديشن بيتغير اذا الايتم اكبر. اوكي شنو تقول لي؟ كاونت كاونت سمولر بلس بلس. اوكي لحظه ليش هاي يعطيني ايرور؟ قوس بعد زياده، قوس زياده. اوكي لحظه هاي ليش في قوس؟ ما احتاج يكون في قوس ولا هني حتى، هاي شكله مال مساعة ما شلناه. زين فبيكون بهالطريقة نقدر نحسب السمولر. زين الحين اذا نرجع حق الديتا مالتنا علشان نتأكد ان شغلنا صح، مفترض السمولر كم يكونون؟ خلينا نشوف 1 2 3 4 5. زين 5 وهالاندكس كم؟ خلينا نشوف 0 1 2 3 4 5، يعني لازم يساوي لي بالضبط رقم الاندكس تمام. ساعات المعادلات تجي كذي في بالي انه شنو؟ انه احسب، بس مجرد ما احسب اقول اوكي عددهم اللي قبل 5 والاندكس 5 اوكي بخليهم يساوون بعض تمام. فشنو بسوي؟ بروح هنا اقبل جي بقول له اقدر اخلي ريتيرن، بس احس تو الناس. خلينا نحط ريتيرن ونشوف، بس على الاقل نشيك اللي قبل اللي قدام تمام. نقول له ريتيرن كاونت سمولر ايكوال ايكوال اي تمام. نخلي بهالطريقه، بس خلينا نشيك بعدين بنروح حق اللي شو اسمه اللي عقب. ممكن نحتاج نسيف الاي بعد، بنشوف على حسب شنو هاي. خلينا نشغل، نروح هني ونشغل برنامج. قبل ما نشغل خلينا بس نحط هني تو سترينج
اوه اعطاني فولس. خلينا نشوف ليش فولس، لان ليش احتاج اتشيك جزء جزء. خلى نطبع الكاونت ليست وبعد بنطبع الاي. بس لا تنسون تشيلونهم، هاي مجرد حق تيست. سيدا بيعرفون انتو قاعد تشتغلون من الكوبايلر. نسيت اخليه يساوي حتى اللي فوق. كاونت ما يصير فلاس فلاس، ليش؟ اذا الايتم اكبر خلوا اعكس الاشارة. هاي 5 وهاي 0 للحين. خلينا نشوف ليش. خلينا نشوف خلينا نشوف هو داخل، لأن ليش أنا حطيت الأقواس وهاي داخل الإف. أوه صح، هني ما خلت جي صح، هاي كانت المشكلة. تمام نسيت أخلي جي، إيه أخليت آي. ساعات يصير الواحد يعني نوع اللي تروح عن باله عادي. هو الكومبايلر هاي شغلته انه يصلح اغلاط الواحد. خلينا نشوف، صار 3 اول واحدة 5 فاعطاني ترو مثل ما تشوفون. اوكي ثاني واحدة بس 3 واعطاني فولز، يعني الكونديشن مالي صح في اول واحدة، في الثانية غلط. اوكي يعني الجزء الاولي من السؤال حليته، الحين باقي اشيك اللي عقب. زين فشنو بسوي؟ هالريتير لازم يكون اخر شيء، هاي اخر شيء بخليه في الاف. شنو بحتاج؟ اسهل طريقة الواحد يقدر يفكر فيها او يكمل على اللوب اللي برا، برأي انا انه يسوي له لوب ثاني هني ياخذ العكس. زين ياخذ التكملة. شلون بيكون التكملة؟ خلي بروكم. بنقول فور، وهي ما بنحتاجه حاليا لان شنو سوينا التست وطلع اوكي. زين انتجر كي خلينا نقول ايكوال شنو؟ خلينا نخليه يساوي اي بلس 1. اوكي علشان ما يساوي، يعني علشان نزيده مره. تمام بعدين شنو نقول له؟ نقول له كي وناخذ شنو السايز. ما نقدر ناخذ السايز عادي فبناخذها كميثود. اوكي ناخذها كميثود ونخليها. هاي بيكون عبارة عن شنو؟ عن الجزء الثاني. زين وهني شنو بنقول له؟ بنقول له كي بلس بلس، بعدين بنحط مرة ثانية اف. يعني شوفوا صج الكود طويل ولكن الفكرة وايد سهلة، ما فيها مشكلة يعني. زين شنو بنخليه بنفس الكونديشن بس لا ننسى الكي علشان ما يخترب علينا. خلي هني كي. زين هني بنقلب، اذا كلهم اصغر شنو بيسوي لنا؟ كاونتر ثاني بنخلي هني فاصله كاونت جريتر يا بيجر يا اي شيء ايكوال 0 وبنخليه يحسب. على فكرة إذا ما خليته هنا أقواس بعد أوكي، لأن لو تلاحظون هاي السطر، السطر اللي عقبه إف، الإف ياخذ سطر فعادي، ولكن الأفضل دائما إنه شنو؟ أخلي لي بريسي عشان أعرف أنا وين وصلت وشنو صار
بالضبط. سوري هاي اقصد كومنت. اوكي اوكي الاف ممكن ما يحتاج سطر واحد ما له داعي. زين الحين خلينا نشوف معادله ان معادله علشان نعرف شنو شو اسمه. انا برايي خلينا نطالع الرسمه مره ثانيه ونفكر في المعادله. اوكي اذا اكبر اذا ثلاثتهم حسبناهم زين السايز الكلي كم؟ 9. اوكي وهني اندكس كم؟ 5. اوكي 5 ناقص السايز افترض شنو كلهم يعطيني اللي عقب السايز. تمام يعني اقدر اخذ هني الاندكس مالي وانقصه من السايز الباقي مفترض يكون نفس الشيء. تمام اعتقد فهمتوا فكرتي. لا لان شوف هني هاي الاندكس ماله 5 اذا نقصه من السايز بيعطيني 4. اذا خليت سايز ماينس 1 لان ما عندي اندكس شو اسمه مفترض كم يعطيني؟ يعطيني 3 نفس عدد الارقام اللي موجودين هني. اوكي فخلينا نجرب. ساعات الالجوريثم يكون غلط فنغيره. فشنو كان الالجوريثم هالمره؟ خلينا نجرب بس نخلي greater عشان بس نشوف greater equal شنو المعادلة مالتنا. قلنا ان greater لا قلنا ان الاي ناقص خلينا نخلي size في قوس عشان يكون شغلنا مرتب list dot اعتقد بيصير بالماينس فخلينا نخلي اول شيء السايز بعدين نخلي الاي لان الاي بتكون اصغر. زين هني بنقول له سايز او من الذك لا صح ماينس 1. اوكي بعدين شنو نقول له؟ نقول له اي ناقص ما ادري اذا فهمت المعادله مالتي او لا انه هو شنو بناخذ نقسم هني الاندكس ماله من السايز ماينس 1 اذا اعطاني نفس الارقام اللي موجوده هني يعني شغلي صح. تمام خلينا نشوف اذا اعطاني ترو فولس. اكو ترو وفولس خلينا بس نشوف الرقم عشان نتاكد. ممكن ترو يكون شيء يعني ثاني فنقول سيستم دوت اوت ونخلي الرقم هني الاول نشيك نحط هنا string equation اللي هو يعني e حق equation ونخلي المعادلة ونشوف ليش اعطاني error قوس ناقص. اوكي minus خلينا نحطها بهالطريقة. ساعات شنو ما يحتاج في قوس نقدر يعني حتى خليها بهالطريقة عادي زين ولكن عشان ما تتخربطون خليتها في قوس. اوكي اذا بتحطون زائد او ناقص في السيستم دوت اوت حطوا في قوس. زين خلينا نشوف في اول واحدة 3 في ثاني واحدة فولس بس خلينا نشوف ليش الثاني واحدة فولس صارت كم تكون بعد 3 غريب. ليش في ثاني واحدة فولس؟ ناقص واحد لأن نبغي السايز يكون أقل يكون نفس عدد الاندكس لأن الآي هو عبارة عن اندكس. إذا مثلا يضايقكم كذي تقدرون تغيرون الآي تخلونه بلس 1 ناقص سايز بعد أوكي نفس الشيء. يعني لو مثلا هني خليت شلت هني ماينس 1 خليت مكان هني بلس 1 مع نفس الشيء. ساعات مع التجربة يعني تجربون تشوفون معادلة احسن من معادلة. الحين اعطاني ناتج ثاني اعطاني فولس خلينا نشوف ليش فولس يمكن هالمعادلة اضبط.
كان ماينس هني بنقول له اه تمام ما يصير كذي، حطوا قوس حق بي. اذا بتحطونه بهالطريقه حطوا قوس عشان اول شيء يجمع بعدين يطرح. خلينا نشوف الحين زين. اوكي ماينس 1 نبي نخليه في قوس. اوكي بس غريبه ما دام العدد نفس الشيء ليش قاعد يعطي ايرور ما اعرف. خلنا ما نشوف المعادلة، خلنا نشوف الكاونت وهو كم آخر شيء كم يطلع. بس على فكرة شباب مدام شغالة ترى أوكي، ساعات الدكتور ما يشيك مدام شغال خلاص أوكي. بس احنا نبغي شيء بروفيشنال جريتر طلع اوكي. شوف وياي شوف وياي جريتر كاونت هنا كان 3 والباقي المتبقي كان 3 فيساوون بعض اعطاني ترو. هنا شنو اعطاني؟ اعطاني 2 وهنا اعطاني 3 فما يساوون بعض فاعطاني فولز. تمام سوري شباب شكله ساعات كذي المخ يصيد نوع الجلتش. زين فنسبح حق هالسؤال اعتقد خلصنا. خلينا نشوف بعد شنو زياده عندنا. all the item ايه بقى الحين شنو نضبط الاثنين يعني شنو نحط هالكونديشن ويا شنو كونديشن ثاني اللي هو بيكون and زين. كونديشن الاول اللي سويناه الكونديشن الاول بيكون شنو عباره count smaller equal equal i تمام. ففي في الحالتين اذا صح معناته اوكي okay. خلينا نشيك هل بيعطينا ترو. اعطانا ترو في اول مره اوكي okay. اعطانا في ثاني مره فولس يعني احنا اوكي okay. خلينا نشيل ذلين زين. فهاي هو الميثود بس الحين باقي نخلي السيفتي وخلاص. الميثود كان طويل لكن الفكره ما كانت صعبه واشوه ما كان عندنا غلط ولكن كان سوء يعني الطباعه خلينا نقول ما خلينا الشيء اللي مفترض نخليه زين. اعتقد حتى لو ايه كذي يصير كذي بعد يصير او حتى لو خلينا هني زائد واحد اعتقد نفس الشيء. خلينا نشوف اذا نفس الشيء يعني اوكي لا بيعطينا لا سوري مو نفس الشيء لازم نخلي قوس. اذا تبون تحطون هالطريقه لازم يكون هني قوس عشان اول شيء يجمع بعدين ايه تمام. هاي من وين طالع اوكي هاي من هني بس بنخلي سيفتي. اعتقد كان عنده كم كونديشن زيادة is there other cases اوكي other cases already بيكون false بيطلع من هنا false تمام. فهاي كان السؤال. في احد عنده سؤال او شيء يا شباب؟ في سؤال؟ خلصنا هالسؤال اوكي ما اعتقد كان صعب لكن تخربطنا شوي في الهاي. نروح حق سؤال ثاني.
هاي خلاص وهاي حليناه اوريدي مساعه. فخلنا نشوف بعد اري ليست. خلينا نشوف هالسؤال. في طلبة سألوني عن هالسؤال فخلينا نحله. تمام خلينا نحله ونشوف شلون طريقة الحل. إذن قال لي write a method to be included in class k. هنا شنو نرجع حق كلاسنا الأولي k w array list to be insert. شوفوا هنا insert يعني شنو يعني add a new item a entry at location. هنا إذا عطاني size divide to يعني وين يعني center okay of the list. If it is not already in the list and return true. تمام يبغي شنو انه ما يكون موجود في الليست الايتم او الانتري. زين بعدين شنو قال لي؟ قال لي if the item entry already exists in the list then do not insert it and return false. تمام اذا موجود رجع false وما بيسوي شيء. If the list is empty insert entry at the location 0 and return true. تمام اذا كان فاضي بنضيفه دايركت. زين هاي البوليان مالي. هني بعدين شنو قال لي do not do the necessary shifting of the element in the array and relocate bigger array. يعني في حال صار bigger not relocate. if the array become full you can call relocate method of class kw-arrayList in your method but do not call any other method of the class kw-arrayList in your method. تمام فشنو مسموح لنا بس relocate وعادة هاي مسموح الميثود مسموح. زين فخلنا نحل السؤال وناخذ الإجابة ونفكر. insert قال لي insert وبعدين شنو قال لي؟ قال لي check يعني شنو؟ هم بحتاج add وهم بحتاج contain يعني نفس طريقة السيرش. فنروح حق الكومبايلر نروح تحت كلش هاي method سويناه already. نروح هني ونخلي كومنت زين بعدين ناخذ اسم الكلاس ونخليه ونتذكر انه شنو ريلوكيت عندنا ولازم نسوي شيفتنج. لازم خب اد لازم يسوي شيفتنج. زين لانه اعطاني ايرور فشنو بحط فولس بس عشان اشيل لي الايرور. مثل ما قال اول شيء شنو نحتاج؟ نحتاج نسوي لها سيرش اوكي. زين قبل هاي خلينا نقول اذا كان امتي شنو بنعرف اذا امتي؟ بنقول له اف سايز ايكوال ايكوال 0
شلون بنسوي؟ بنسوي له آد عادي في البوزيشن سايز. فإذا نطالع الآد العادي، إذا نرجع فوق عندنا آد بسيط كلش، بنستخدم هاي نفسه يعني هالآد، مو الفويد كان اللي شو اسمه البوليان. تمام، هي هني إذا كاباسيتي نستخدم هالسطر. اوكي نخليه في السايز، بعدين بنقول له زيد السايز. تمام، سطر واحد وخلص لي الشغلة. تقدرون تسوون سطرين تخلون سايز بلاس بلاس تحت على راحتكم، بخلي لكم كومنت حق اللي يبغي يشوف الفايل. زين الحين شنو؟ شلنا هالاحتمال. زين بنقول له إلس، علشان شنو احتمال الثاني؟ نشوف شنو مفترض لازم نسوي. إلس إلس الحين إنه شنو؟ مو إمتي. تمام، لازم أول شيء شنو؟ نروح نشيك، نسوي سيرش. شلون نقدر نسوي سيرش؟ باستخدام اللوب. اكثر شيء نقدر يعني نعتمد عليه، خلينا نشوف، هاي في لوب. اي تمام، اللوب حق الاري ليست هاي بيكون بهالطريقه، ما في طريقه ثانيه. ما فهمت السؤال، بس لو نرد نعيده ما فهمته. زين فهاي بيكون عباره عن اللوب مالي. هني ما عندي اوبجكت، عندي انتري. زين بسوي له كوبي بيست بخليه هني. تمام، اذا موجود شنو بيصير؟ بيصير فولس. اوكي ولكن الافضل شنو بنحط؟ بنحط علامه تعجب، بنعكس الكونديشن. ليش؟ لان برا اوريدي خليناه فولس، في حال دور ما حصله بيروح برا وفولس، فخلينا نحط هني يكون ترو. تمام، فبنعكس الكونديشن، بنحط علامه تعجب هني، لا تنسوا هاي علامه تعجب عشان نعكس الكونديشن. وخلنا نقول انه حصل، انه ما حصل، مفترض شنو يصير؟ برع اللوب، ننتظر ليه ما يخلص اللوب. برع اللوب شنو نقول له؟ لحظة، اذا كذي بنسوي شيء احسن. اذا كذي اللوب ما بنحتاجه اوريدي. اذا حصل بنقول له شنو؟ نقول له return false. اعتقد كذي احسن. اذا ما حصله طلع من اللوب بدون اي مشكله، فمفترض شنو يصير؟ يصير اد في السنتر. زين خلينا نشوف شلون بيصير اد من السنتر، او الاد بشكل عام شلون بيصير. فخلينا نروح حق الاد. عندي هالاد اللي فيه شنو؟ انتجر وفيه انتري، اقصد اندكس. فشنو السيفتي حاليا ما بيلزمني، لان انا بحط الهاي. قال لي مساعد ريلوكيت، حط في بالك الريلوكيت اذا الساي صار اكبر. فشنو بنسوي؟ بناخذ بناخذ هالميثود من هني ورايحين احنا الى بلس بلس. تمام، وبروح هني وبنحطها وين؟ خلا بس بحط هني انه هو فور لوب، واسوي له كوبي تحت. زين ما عندي هني اندكس، لان ليش؟ حدد لي ان نهايته وين يكون؟ يكون عند ال سايز ماينس سايز ديفايد 2. اقدر احطه في فيريبل، اقدر احطه عادي اكتبه يعني كله واحد. زين فهني بغير، بقول له سايز ديفايد 2، هني بعد نفس الشيء سايز divide 2. اوكي فبيصير الشيفتنج لحد هني، وداخل ال variable بنحط ال variable الجديد وبنزيده. تمام، وفي حال الكاباسيتي زاد او شو اسمه يعني صار اكبر من الكاباسيتي عندنا ريلوكيت. هل سويت شيء زياده؟ لا، بس الحين باقي عليه اشغل الميثود واتشيك الكونديشنات، انه اذا كان empty بيصير ما بيصير، كل هاي لازم اتشيكه. وخلينا نشوف اذا هاي صار، افترض شنو يصير هني؟
يصير true return true. وكسيفتي زيادة نخلي return false نفس ما هي برا. في حال ما صار الالس ولا الاف زين واللي هو مستحيل يعني إن حتى لو لاحظون لو شلته ما بيعطيني لا أعطاني error. ليش أعطاني error؟ مفترض ما يعطيني. هني ما في هني ما في return false. أوكي يعني إذا ما صار من ذلين أكيد 100% بيصير false. أوكي بس خلنا نشوف هني هني بيكون عندي مشكلة ثانية. تمام حطينا safety هني ناش اسمه. تمام شغلنا أوكي بس باقي الحين نسوي تيست. خلنا نشوف الايتم. خذينا اول كود هاي الكود لا هاي تبع الاد اللي هو يصير اخر الليست اللي هو البوليان هاي. تمام هاي الكود اللي خذيناه. ما خذينا الريلوكيت خذينا هاي دايركت لان هاي اللي كنا نبغيه خذينا من الاد يعني اثنين شو اسمه خذيناهم من الاد. نسبح حق الريسيرش اللي هو هاي خذيناه من الميثود. نقدر ناخذ من index of contains. الريسيرش دائما ثابت شوفوا هاي contains نفس الشيء. اذا نروح حق index of بعد نفس الشيء دائما السيرش بيكون ثابت بنفس الطريقه. زين وصلنا. يبان ان الكود طويل وهاي ولكن سهل يعني. زين فبعدين شنو قلنا؟ قلنا اذا حصلناه شنو يصير return false. بعدين خلينا اذا size كان يساوي capacity لان ليش احنا نبي نضيف شيء ثاني فخلى على الاقل يكبر الاري لا يصير error. فنادي relocate وهو مسموح قال لنا نادي relocate ما في مشكلة. بعدين سوينا shifting الى حد شنو؟ الى size 2 لانه ما عندنا index فحد size 2. هاي الشيفتنج هاي الكود حق الشيفتنج دائما هالكود حق الشيفتنج. بعدين في الموقع اللي نبغي اللي هو السايز ديفايد 2 خلينا الديتا. على فكره نقدر هنا نخلي بلس بلس ولكن حسيت ان وايد بيصير زحمه الكود فخليت كذي خليت كذي اشوفه ارتب حق العين. زين الحين بقى نشغل الكود ونشوف ونحط لنا ديتا. وهالديتا شكلها لازم نحطهم كهاي. نشوف شنو الديتا مالتنا. ما اعطونا ديتا. زين ما اعطونا ديتا سيدا فيك ديتا. قال لي الايتم لازم ما يكون موجود. اوكي انا بسوي لي فيك ديتا. شلون بسوي فيك ديتا خلينا نشوف. بس خلنا نصق ذلين عشان ما يطلع لنا اشياء ثانيه زياده ما نحتاجها. ما دام بنستخدم نفس الاوبجكت اي نفس الاوبجكت وخلاص ما مشكله. خلنا نزيد 5-6 variable ونشوف هل بيضيف لي في النص. زين هاي 6 مفترض يضيف لي وين؟ يضيف لي هني بالضبط. زين فشنو بنادي الميثود وبنعطي رقم شي 999 عشان يبان انه مختلف. فبنقول له system.out كان اسمه شي ميدل list1 dot insert middle. زين ونعطي الاوبجكت خلينا نقول الاوبجكت مالنا 99. زين وبعدين شنو نبي نطبع؟ نبي نطبع تو سترينج او list بس نكتب list. على فكرة إذا ما عندي ميثود تو سترينج ما بيطبع لي ها بيطلع لي ادرس ميموري. زين خلينا نشغل الحين وإن شاء الله أوكي. أعطاني ترو وحطالي القيمة في النص. خلينا نشيك إذا كان فاضي.
إذا كان فاضي شنو بيصير؟ غريبة أعطاني فولس. أوكي مفترض شو نسوي؟ نحط شيء زيادة اللي هو شنو؟ شوفوا هنا هاي الاف الأولية، نفتح لها قوس ونخلي لها شنو؟ return true. هاي صارت زيادة زين، فما نحتاجها نمسحها، لأن ليش؟ الاف عنده ريتير بروحه والالس عنده ريتير فما يحتاجه، قال هاي زيادة انت شنو كان الايرور؟ شنو ايرور عطاني؟ انريتشبل ستيتمنت، يعني ما بيوصل له، ف ما يحتاج نمسحها. هاي المساحة اللي كان قصدي انه صارت ما نحتاجها. المهم فلحظة انا حطيت فولس ولا ترو؟ كاني حطيت فولس، افتحت ترو. اوكي تبون تحطون كونديشن، لحظه لا مو هاي تمام هني. تبون تحطون كونديشن انه شنو يعني تتاكدون انه صار، تقدرون تحطونه كذي تعكسون هاي بعد. اوكي لحظه ليش ايرور؟ اذا اعطاكم ايرور على هالحاله تحطونه كامل في قوس بعد يصير هالطريقه. تبون تحطون دايركت ترو كله اوكي، خلي بحط كومنت بس. اوكي كله اوكي، فبنشغل الحين مفترض ترو يعني اوكي شغلي زين. خلينا نرجع الفيريبلز وخلي شنو نحط هاي التسعة، تسعة تكون موجودة في الاسم، نشوف شنو بيصير. خلي ما احطها هني عشان ما يبان كنا في السنتر، بحطها اخر شيء. اعطاني فولس واللستة نفس ما هي ما تغيرت، تمام يعني شغلي كامل اوكي. وهاي الميثود مالي. اللي عنده سؤال شباب تمام الزين. انا اشوف الحين خلينا نوقف لان خذينا تقريبا ساعة ونص، فخلينا ناخذ راحة. ابغيكم بس شنو تحلون اسئلة بهالطريقة، تسوون كوبي، تخلون الكلاس جداكم وكوبي بيست كوبي بيست بس عشان تدربون الزين، وبعدين طرشون لي الاكواد انا برتبها كامل بخلي لها لكم في لينك. وقت الامتحان بتكونوا بارزين، هم تدربتوا اوريدي على كل الاسئله اني احلها بهالطريقه، واي سؤال مو مفهوم سالوا بعض في الجروب او سالوني لان ساعات اكون ما حد. فان شاء الله بكره العصر ابيكم كلكم تقولوا لي ان احنا ما عندنا مشكله بالكومبايلر، اي ميثود قدامنا نقدر نسوي كوبي بيست سريع. ابي اتاكد ساعه 3 أو 4 ان كلكم اوكي، ما في احد عنده مشكله بهالطريقه، تمام؟ لانه هاي احسن طريقه، احسن طريقه حق الحل. هم بتفهم شنو قاعد تسوي، هم بتشيك الكود، وهم التوتر ماله كامل بيروح، لانه ليش عندك اشياء تساعد وياك. وغير ذي هالطريقه عمليه، يعني في الحياه الواقعيه انت بتستخدم هالطريقه، ما في طريقه ثانيه. اذا رحت شركه ان شاء الله او حتى اشتغلت بروحك، هالطريقه اللي بتشتغلها. بيكون عندك اكواد بارزه كوبي بيست، بتعدل على اللي تبغيه، كل ساعه تست وبس، تمام. ان شاء الله بطرش لكم الملف. اي شيء قبل ما نسك اللايف؟
اي بالضبط، تدربوا على الكومبايلر على أسئلة الامتحانات، كلاس بارز أي سؤال يجي لكم دايركت، تشوفون شو الميثود اللي يعني يقابله انه ينفع وياه وتحطونه. ساعات يحتاج تعديلات، لانه اذا حليتوا كل الاسئله طرشوا لي في الجروب، في الجروب طرشوا الكلاس عاد مو الكود كذي، طرشوا الكلاس، سووا كوبي حق الكلاس وراكم شلون، تروحون هني شو ان اكسبلورر يطلع لكم كلاس، هاي تاخذونه تطرشونه في الجروب او في الهاي، خلي وراكم هاي شو اسمه لا الجروب مالنا. ف شنو كوبي واطرش لكم خلاص تمام بهالطريقه. زين يعطيكم العافية وإن شاء الله موفقين بكرة، هاي أحسن طريقة إن تتدربون عليها تمام. أي شيء خبروني، أشوفكم على خير.